أكد أهالي ناحية الإسحاق التزامهم التام بمقررات خلية الأزمة في مواجهة وباء كورونا ومنع التجمعات بكل أشكالها تنفيذاً للقرارات الصادرة بهذا الخصوص. الزميل عبد الجبار مهدي والتقرير التالي. الحكومة المحلية وخلية الأزمة في ناحية الإسحاق تتخذ قرارات صارمة في مركز الناحية لتطبيق حظر الاتجار الشامل وبدون استثناءات وفرض الإجراءات القانونية والصحية والحفاظ على الناحية، لأن الناحية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا. خلية الأزمة في الإسحاق قامت بإجراءات حسب توجيهات خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين برئاسة السيد المحافظ، وتم تطبيق التعليمات بالكامل، وهي فرض حظر شامل بدون أي استثناءات في مركز المدينة وجميع القرى التابعة إلى مديرية ناحية الإسحاقي. فكانت هناك حملة كبيرة من قبل أبطال قسم الشرطة في الإسحاقي، وبالمحصلة هي إجراءات خدمة للمواطنين وحرصا على أبناء هذه المدينة وعموم أبناء صلاح الدين. تطبيق حظر التجوال بشكل تام في ناحية الإسحاقي وبتعاون المواطنين، وأما بخصوص الدوائر يتم مراجعة الدوائر من قبل المواطنين بكافة الوقاية الصحية مثلا الكفوف والكمامات، وكذلك بالنسبة للبلديات دوام 100% 100% بالنسبة للدوام. أوساط شعبية وناشطون أكدوا على أهمية منع التجمعات وتعفير المنطقة بالكامل والتعاون الكامل بين المواطنين لمنع كافة التجمعات والتوعية وحث الناس على لبس الكفوف والكمامات. وأبدوا شباب وناشطو المدينة بالشكر والثناء إلى كافة أعضاء خلية الأزمة في المحافظة. نشكر السيد رئيس خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين السيد الدكتور عمار الجبر على جهودها المبذولة في تراسي لخلية الأزمة، ونحن كشباب وكفرق تطوعية في ناحية الإسحاقي لحد الآن لم تسجل أي حالة إصابة في ناحية الإسحاق. جميع أهالي ناحية الإسحاق متعاونون مع القوات الأمنية المتمثلة بالفوج الخامس ومديرية شرطة الإسحاق تعاون تام. كفرق تطوعي في ناحية الإسحاق خصصنا أكثر من 50 شخص لخدمة التعفير مناطق ناحية الإسحاقي، القرى التابعة لها، المداخل، بالتنسيق مع مدير شرطة ناحية الإسحاقي. أكو تعاون بين المسؤول وبين المواطن، أكو توعية. الآن الإسحاقي ملتزم بحظر التجوال بشكل تماما ولا يوجد أي خرق لحظر التجوال. خلية الأزمة في ناحية الإسحاقي تفرض حظر للتجوال في عموم أنحاء المدينة. من ناحية الإسحاقي عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.